المرأة هي أساس البيت والمجتمع كله، وخلال جائحة فيروس الكورونا معدلات العنف ضد المرأة زادت. وعلشان كده الاتحاد الأوروبي بيدعم مشروع مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين، واللي بيقدم المساعدة لألف سيدة بتتعرض للعنف في 5 محافظات مصرية، ده غير نجاحه في تنظيم حوالي 80 مبادرة اجتماعية في مصر. اتفرجوا على الفيديو ده وتابعونا للمزيد عن أنشطتنا، بس خليك في البيت للحد من انتشار الوباء.